هي الصورة التي ما زالت تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الثلاثاء وحتى هذه اللحظة. عاملة أجنبية في أحد مراكز التجميل والاستجمام تلتقط خرطوم النرجيل الخاص بإحدى الزبونات لكونها لا تستطيع إمساكه بيدها. عبودية وعنصرية وغيرها من العبارات شكلت موجة من الشجب والاستنكار رفضا لما وصفوه بأبشع صورة العبودية داخل هذا المكان. الجديد دخلت مركز التجميل للواقع في أحد شوارع طرابلس لمعرفة تفاصيل الواقعة. البارحة القصة ما فيها أنه كانت المدام عم تأرجل، وقع منها نبريج الأرجلي والفلبيني كانت عم تنظف وهيك، لقتها أنه هي بالصدفة مرأة نولتها النبريج الأرجلي، وهيك القصة ما فيها. ومنشان صورة اللي انعرضت على الفيسبوك؟ منشان صورة؟ ما بعرف مين صور، يعني نحن شكينا بحدا، ما كان في حدا قاعد غير مندوب يعني هون عنده. يعني والدة النبريش هي من تلقاء نفسها وعملت معها جاست، عطتها حطته هيك للنبريش انه شربي، عم تدللها. احنا ستات وبقلب سبا كله ستات ومبسوطين ومنتدلل وهي راضية، يعني هي عملت الجاست من عندها، ما حدا جبرها وما حدا فرض عليها ولا قلنا لها غصب عنك بدك تعملي هذا الشيء. كنت قاعدة وكنت موجودة وشفت اللي صار، ليش بدنا نعمل القصة يعني ونكبرها. مدام وفت نبريش بعدين عم تهيطلي اني انا راحت لعندها بده اكيد بليز شيلي لي اعطيني نبريش. اي اوكي بقى مدام، ما بيأسي حطيت نبريش انا، ما عملت قالت شيء، ما حطيت، ما شربت انا مدام، ما بعرف كيف صورت انا، مين صورت ما بعرف انا. انت مبسوطه هون بالشغل؟ ايه مبسوطه كثير. هي صورة أشعلت ردود فعل عديدة وتحولت إلى قضية رأي عام وحقوق إنسان، وبين آراء الناس ووجهة نظر المعنيين نعرض هذا التقرير لعله يوضح ما جرى.